سجود السهو ده من السجود المسنون. احنا السجود عندنا السجود يعني مطلق الخضوع، مسنون يعني يعني ما يثاب على فعله ولا يعاقب على طلبه. سجود السهو تعريفه لغويا هو سجود مطلق الخضوع، والسهو يعني الترك عن غير قصد. ناس كتير قوي فاكره ان سجود السهو ده انت تعمليه لو نسيتي حاجه في الصلاه ما عملتهاش. لا، ده انا لو نسيت، لو في حاجه في الصلاه ما عملتهاش، او عملت حاجه زياده، او شكيت في اللي عملته، تعملي سجود سهو في ثلاث حالات دول. وليه سجود السهو فايدته ايه يا دكتور جمال؟ ربنا عاملها رخصه لينا عشان يريحنا، عشان ما نعيدش الايه؟ تنزيل بصدر. المشكله كلها بقى اللي انتوا بتلخبطكم، اعمله امتى؟ مكانه فين؟ قبل السلام ولا بعد السلام؟ انا اكتشفت ان انا عليا اعمل سجود سهو يا دكتوره سوزان. طب انا قلت في العالمين انك حميد مجيد، هسلم بقى. اعمل سجود السهو يا دكتوره سوزان ولا اسلم الاول وبعد كده اعمل سجود سهو؟ اختلاف مذاهب بقى. اي طريقه سمعتي عنها صح. ناس قالت لك اعمليه قبل السلام سواء الصلاه فيها زياده او نقص. ناس ثانيه قالت لك لا يتعمل بعد السلام على طول سواء الصلاه فيها زياده او نقص. ناس قالت لك لو الصلاه فيها نقص تعمليه قبل السلام، لو الصلاه فيها زياده تعمليه بعد السلام. ناس ثانيه قالت لك لا تعمليه بعد التسليمه الاولى وتعملي بعديه تشهد وبعد كده تسلمي. كله ايه؟ كله صح. اختلاف مزاج. هتلاقي الطريقه اللي انت بتعمليه بيها صح 100% ان شاء الله. الناس بتتلخبط بين ايه بقى؟ بين سجود السهو وسجده التلاوه. انا في درس امبارح بتقول لي ايه؟ تقول لي سجده السهو. قلت لها لا، ما اسموش سجده السهو، اسمه سجود لانه ايه؟ سجدتين. فتعودي انه يبقى اسمه ايه؟ سجود عشان ما تنسيش. التلاوه ايه؟ سجدة واحدة، سجدة التلاوة، لكن سجود اثنين. خلاص؟ يبقى سجود السهو ايه؟ سجدتين. شرعا هو الاتيان بسجدتين على وجه مخصوص في موضع مخصوص جبرا لنقص معين او زيادة معينة او شك في الصلاة تفاديا لإعادة الصلاة. الجمهور عندهم دي سنة مؤكدة. سنة مؤكدة يعني ايه؟ يعني داوم النبي صلى الله عليه وسلم على ايه يا اولاد؟ على فعلها. وواجب عند ابي حنيفة. ايه الفرق بين الواجب والفرض؟ احنا قلنا الفرض والسنه مش كده؟ في ناس تقول لك الواجب هو الفرض، ده مزاج. في مزاج ثانيه بتقول لك لا الفرض كده والسنه كده، ثواب الفرض اعلى من ثواب السنه، صح؟ بين الفرض وبين السنه الواجب. في ناس قالت لك الواجب اقل من الفرض في الثواب. في ناس ثانيه قالت لك لا الواجب هو الفرض بس ما عدا في الحج. لو سبت فرض مفروض الحج بطل الحج. لو سبت واجب من واجبات الحج عليك إراقة الدم زي ما حفظت الكلام ده. يعني الفرض هو الواجب بس بيختلف بس في الحج. وناس قالت لك لا ده درجته اقل من الفرض. زكاة الفطر. زكاة الفطر في اختلاف بين المذاهب، هل هي فرض؟ زكاة الفطر بتاعت رمضان. هل هي فرض ولا ايه؟ ولا واجب؟ هي في الحالتين لازم تتعمل. خلاص؟ فعشان كده بقول لك سجود السهو ناس تقول لك دي سنه مؤكده، ناس تقول لك ده واجب، مش هيفرق معانا، احنا مش عايزين نخش في تفاصيل. كيفيته عباره عن سجدتان مسبوقتان بنيه في القلب، هو قبل السلام بعد السلام في العالمين انك حميد مجيد. مش لازم اقول بقى ايه نوايه سجود السهو، لا لا مش هتقولي حاجه خالص، النيه فين؟ في قلب. خلاص؟ بنيه في القلب بنفس كيفيه السجود العادي، ويستحب ان يقال فيهما. هقول ايه في سجدتين المسجد؟ اقول ايه يا دكتوره سوزان؟ بالاضافه الى الذكر المعتاد، الذكر المعتاد بتاع السجود اللي هو ايه؟ انا عايزك تتعلمي تفهمي الكلام. الذكر المعتاد اللي هو ايه؟ سبحان ربي الاعلى. بتقولي ايه؟ يا اما تقولي سبحان الذي لا يضل ولا ينسى، او تقولي سبحان الذي لا ينام ولا يسهو. تقولي اي واحده من دول. تقوليها مرتين، تقوليها ثلاثه، تقوليها مره واحده، كفايه. زائد السلام اذا كان السجود بعد السلام. لو هعمله قبل السلام نعم في العالمين انك حميد مجيد، الله اكبر، وهسجد سبحان من لا ينام ولا يسجد، سبحان من لا ينام ولا يسجد، سبحان من لا يسجد، الله اكبر، لسه ما سلمتش، ما خدتش مره الصلاه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ده في السلام. طيب في العالمين انك حميد مجيد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، انا خرجت بره الصلاه اهو، ها؟ وانا عليا سجود سهو، الله اكبر، وهنزل سبحان من لا ينام ولا يسجد، سبحان من لا ينام ولا يسجد، الله اكبر. الله اكبر، سبحان من لا ينام ولا يسجد، سبحان من لا ينام، سبحان من لا يسجد، الله اكبر، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، السلام عليكم.
محله بقى فين بقى؟ قبل السلام بعد السلام اختلاف. وطالما اتفقنا ان في اختلاف يبقى كل ايه يا اولاد؟ كل صح. في كلمه ثانيه الاختلاف اقول ايه؟ مساله ايه؟ مساله خلافيه. الشافعيه قالك قبل السلام على الاطلاق. اطلاق يعني ايه؟ يعني سواء الصلاه فيها ايه؟ فيها زياده، فيها نقص، ايه؟ قبل السلام عند الشافعيه. بعد السلام على الاطلاق ولا تشهد بعد. في راي ثاني قالك بعد التسليمه الاولى عند الاحناف بقى. بعد التسليمه الاولى زائد تشهد زائد السلام. ودول معناها بعد التسليمة الأولى ده معناه إنه إيه؟ إنه بره الصلاة. إزاي دكتور تسلم تسليمة واحدة؟ الأحناف عندهم التسليمة الأولى في الصلاة. هنخرج من الصلاة. يقولوا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنتِ بتخرجي من الصلاة إنك تقولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالتسليمة الأولى. التسليمة الأولى فرض، ركن. التسليمة الثانية سنة عند الأحناف. الأحناف عندهم إيه؟ سؤال السهو تعملي إيه أنت؟ هم الاحناف بيخرجوا من الصلاه بعد التسليمه الاولى، يعني اقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبعد كده ايه؟ هقول ايه؟ الله اكبر، وهنزل سبحان الله لا اله الا الله، سبحان الله لا اله الا الله، سبحان الله لا اله الا الله، الله اكبر، الله اكبر، سبحان الله لا اله الا الله، سبحان الله لا اله الا الله، سبحان الله لا اله الا الله، الله اكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات في تشهد بعد سجود السهو عند الاحناف. كده السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فهمتوا يعني ايه بقى؟ يعني بصي بقى، انت صاحبتك بتعملي التشهد، انت بتعملي التشهد بغير تشهد، انت الاثنين ايه؟ صح. خلوا كل واحد يعملوا ايه؟ ما تقوليش لا دي لازم تشهد بعد التشهد من غير تشهد، لا 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 لا. تعملي قبل السلام، لا 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 لا، ده بعد السلام، لا 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 لا. لا ده بعد الفرض اللي بعديها، تعملي في اخر اليوم بقى عشان تلمي سجود السهو بتاع اليوم كله. لا لا، وتبتدي بقى ام حنيفه تبتدي تشتغل، تبتدي تكتب. فقلنا ايه؟ بعد التسليمه الاولى زائد التشهد زائد السلام عند الاحناف، قبل السلام اذا كان في الصلاه نقص، او بعد السلام اذا كان في الصلاه زياده عند المالكيه، يخير المصلي بين قبل السلام او بعد السلام عند الحنابلة. كله ايه؟ صح.